Mesdames et Messieurs, bonjour. Au nom donc, du président de Modem, au nom de tous les membres du conseil d'administration et de tous ses adhérents, donc, nous remercions l'assistance pour avoir répondu à notre invitation. Comme tout le monde le sait, c'est qu'aujourd'hui, la TPE et la TPE aussi, de manière générale, donc, elle vit un certain nombre de difficultés que nous avons. Essayer d'éviter et d'expliquer et surtout de voir comment contourner toutes ces contraintes dans l'avenir en vue de prospérer, je dirais, ces entités, sachant qu'elles constituent la base réelle d'une économie des pays. L'objectif de cette Assemblée générale, c'est d'essayer d'offrir un espace de débat pour les entrepreneurs que nous sommes en vue de dégager un certain nombre donc, de recommandations au vu de toutes, je dirais, les problématiques qui sont posées à chacun d'entre nous au long de la journée, de l'année et le long de toutes les années que vit un entrepreneur au sein de son entreprise. Ne pas trop s'attarder sur sur le commentaire de Léa du début. Notre programme va se dérouler de la manière suivante. C'est qu'il y aura donc, nous sommes en Assemblée Générale, il y aura le rapport moral qui va être annoncé par le président, si je vous ai dit. Un rapport financier aussi qui va être présenté par Saïd Hamidi, donc le trésorier de l'association. L'approbation des rapports, c'est des rapports moraux et financiers. Ensuite, donc, on attaque le menu de la journée, donc, qui est une thématique qui va être présentée par le professeur Marc Tani, que j'aurai l'honneur de présenter tout à l'heure. Donc, sans trop tarder, je passe la parole à Céline pour l'élocution de son rapport moral. Merci, Simon. بسم الله الرحمن الرحيم تاع لي دوموند كو جي يو لا كوبي هضر بالعربيه غادي نهضر بالعربيه وتاع الربط واللي ما عندوش شي لغه ولا شي حاجه عنده شي مشكله من بعد نقدروا ماشي شي مشكله نقدروا نتواصلوا كاين مشكل. مرحبا بكم مره اخرى. كما قال سي محمد غادي نحاول ان شاء الله هذا العرض دو رابور مورال. انا غادي نقول رابور هيستوريك سيركونستانسيال كيفاش علاش الجمعية خلقت شنو هي الأسباب غادي نرجعو شوية للوراء والتموقع ديالها سون بوزيسيونمون باغابوغ أو تيسيو أسوسياتيف ماروكا هادي شيء مهم لأنه باش كننتجو هنا أش هي القيمة المضافة اللي غادي نزيدو هذا هو الموضوع المهم. فيما يخص أولا هنا واحد الصورة بين غير الإشارة تحرك الكوزابول أنه حركة المقاومة مش حركة سياسية باش نقولها للناس نكونوا موضوعيين ما عندنا حتى شي انتماء هنا الانتماء ديالنا هو لخلق قيمة مضافة وخلق مناصب شغل هذا هو اللي عملناه هذوما جوج ثنائية اللي عملنا. فيما يخص النشأة أنا بالنسبة لي حاولت باش نفرق الأمور إلى ثلاثة مرحلات. أولا المرحلة الأولى وهي التوجه الجديد من 2000 ملي تولى صاحب الجلالة محمد السادس على العرش كانت تسمى واحد المرحلة مهمة من جملتها كان الكتاب الأبيض لو ليفو روج ديال السي حليم في ذاك الوقت ودار الدراسات باش تخلقت ديك الميثاق الوطني لا شارت 53.00 اللي كانت دارت 2002 كانت تصدق عليها الحكومة واللي كانت فيها كتعطي واحد الإطار عام باش
بالنظر بالمقاولة الصغرى والمتوسطة. مع الأسف بك هذاك الميثاق أولا ما تنجزش كله 100%، لأن من جملتها راه صبح كان عندنا اجتماع الوطني في نصف جوال مع المدير ديال المشتريات ديال المكتب الوطني للكهرباء وعلى فينيا على داكشي ديال التمويل وديال الصفقات الإدارية، وكنا ذكرنا له بأن هذيك النجوم تاع الميثاق ديال 53 أهم شيء اللي كانت وهي تخصيص 20% واحد الصفيقة الله يجازيكم السيد الدكتور السي عمر المسلم. إذا كنت كومسيدي وجبت هذاك الميثاق فأول شيء وهي المعاملة امتيازية التريتمون بريفيرونسيال لي تي بي إم. هذاك التريتمون بريفيرونسيال وهي الأداءات و 20% ديال لي زافونس و 20% ديال 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 الصفقات باش تخصص المقاولات كلها ما تطبقتش. وصح ملي كنا على المكتب الوطني للكهرباء لان المكتب الوطني للكهرباء اللي دي بارمي لي زينيسياتور ديال لاشارت ناسيونال 50 على اي حال هذيك لاشارت شويه دازها لها الوقت لانه بقاش لينا المقاولة الصغرى والمتوسطة والصغيرة دارت واحد الميثاق اللي كيخص المقاولة الصغرى اللي باقي اون ستاند باي فوزارة الصناعة إلى يومنا هذا الجمعية ديالنا كطلب باش نوليو نشوفو هذاك الميثاق ونوليو نتحاورو عليه وداك الشيء باش نشوفو نزيدو قدام إن شاء الله. دونك هذه المرحلة الأولى ديال 2000 تما من بعد في 2000 حتى 2006 داروا دراسات عديدة ديال لو سي دي او ديال وزارة الصناعة دار واحد دراسة ديال الغرفة الفرنسية كاين واحد 5 أو 6 دراسات كلهم درسنا وشناهم داك شناهم لأن في الحقيقة ديال الإشارة راه الجمعية ما تخطاتش 2011 راه نورمالمون من 2006 علاش 2006 لأن كنا عبد ربي وكان مع الأصدقاء كنا في كونفدرال المقاولة الصغرى والمتوسطة ديال الاتحاد المغربي للمقاولة تصجيل وهذيك الكونفدراسيون ما بقاتش شايفة ولات غير بلوجينا وديك بلوجينا ما بقاتش تخدم وهذا شو فاش بدا ولات المقاولة الصغرى أنا كنقولها كليتيم داك اليتيم اللي ما عنده لا با لا مو لا با يعني لو نكونوا واضحين الغرفات المؤسسات الانتخابيه باش نقولوا سمياتهم ما قايمينش في الشغل لان هذوك اللي كينتخبوا باش يطلعوا للغرفه الثانيه وهما اللي كيمدوا المقاولات الصغرى وداك الشيء ما كيخدموش انا معطي غير مقابل لا شامبر فرونسيز اش كدير وحنا لا شامبر ديالنا اش كيديروا هذا واقع هذا ماشي هذا واقع كنقولوا لان هذا وقت نهضروا بحياتنا باغ لا لونغ دو بوا نهضروا بواحد الحضاره ونهضروا بالواقع. ثانيا بعد ديك الدراسه كنت جات 2006 ما بقاش الكونفدراسيون ما بقاش شيء جات مع الاسف 2007 2007 2008 للاسباب الاقتصاديه والماليه العالميه وجا في نفس الوقت ديك المبادره ديال مقاولاتي اللي دوت عليها قبيله راه كانت شويه كانت خساره علاش من جملتها ما خديناش شيء الاغلاط اللي كانت دارت قبل في المشروع ديال جون بورنوبيل الى اخره. ومن بعد جات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وجات ديك المبادرة ديال لو كابيتال الماتيريال مع الأسف أنا حتى حنا كنقول حتى حنا الغلط ديالنا شوية ما خديناش هذاك الشيء واحد النهج اللي خصو يتخدم. إذا هذه المرحلة وصلنا 2011 بعد أسماء المالية الدكتور سمعني من بعد غادي يستعمل بهذه المسائل انا ما تخصصش هذا انا كنشوف غير نعيش الواقع الارضي اللي كنعيشو في المقاوله 2011 زاد ديك الانعكاسات ديال الازمه الماليه والاقتصاديه الدوليه المقاولات الصغار المقاولات الكبار بقى قليل عرض الطلب قليل العرض قليل اذا الطلب كاين فهمتي بريطون لي زابيل دوف قلال وشنو كيفيه كان واحد المنافسه ومعلوم اللي عنده العضلات واللي عنده القوه هو اللي كياخذ. إذا ديك المقاولة الصغرى ولات كتنقص ما عندها شي ها ما عندها مها ما عندها والو وهذا هو اللي وقع عاوتاني. زائد على هذا المقاول الصغير كيتكلف المسائل اليومية اللي قلت قبيلة وما كيكونش عنده الوقت باش
يشوف يبدا باش يدير استراتيجيه باش دائما باش الله يكون في العون كيف هذه هذا السيدي يعني اذا يبدا ولا كيصبح يطلب مول البنكه باش يخلص باش يعطي يدوز له الشيك يدوز له تريتا وهذه هذه نزيد على هذه في 2011 على حسب الدراسه ديال كافوريس اول مره في التاريخ باش المقاولات الصغرى وقعت ذاك انعكاس من الحاليات لو كروازمون دي ديكور شنيا ولات تماطل لو ديلي دي بايمون ولا زاد كثر مابقاش المقاولة الصغرى ما كياخذش الوقت ديالهم والفورنيسور مابقاش يعطي ديك المدة اللي كانت قبل كانت 120 يوم الى اخره حتى هو مع الاسماء عاود يزيد كيف عاد انه كاع دوك لي فورنيسور دوك المزودين كيف قال لهم يا جماعه المقاولة الصغرى حيدوا كاع القبضه ولهم شو كيفي المقاول ما خلصش لو فورنيسور ما كيعطيش لو ديلي اش غادي يوقع غادي يمشي للبنكة على يديه ورجليه بلوطو اللي بغا بلا كوميسيون اللي بغا داكشي اللي قال إذا عطاتو البنك هادشي كلها أزمة كيفاش غادي نديرو على هاد المسألة هادي هي أسباب أنا نوصلو للنقطة الثالثة علاش كنا نديرو هاد الجهد باش نعاونو على حسب الاستطاعة على حسب الاستطاعة شكرا أنا كاسمح لي كل لقاء كنجبدو واحد القضية ديال الكوليري اللي غادي نحكيها لكم هذا واحد كير بكير قال لك سيدي كنت ناض بالعافية النهار في واحد الغابة وجاو دوك الحيوانات كلهم طلعوا لواحد الكودية وبقاو كيشوفوا جا واحد طالين داك الكوليبري ومشى كيفك الماء بشوية وكيرمي داك الشعاع اللهيب ديال النار شي قال واحد الحيوان قال واش انت واش بهذا الشيء انت غادي تفهم شنو كذا شنو قال له وي جو سي مي جو في دو مابا مسألة مهمة يعني إلا كل إنسان إلا في دو سابا دار الجهد ولا بلا غادي نسمع أشنو هما دون نوتر با انا كريم لان غادي نقرا من بعد اللي كنا نمشي في شنو اشتغلنا في هاد الفتره مثلا الا كنا كتار كاين كنا يكون عندنا ان بورتفوي وكنا البنكات نترونزاكسيوني معاهم كنا دايرين في الدول في جميع الدول انا زرت واحد الجمعيه في ايطاليا وحده في فرنسا تقريبا نفس الشيء اذا ذاك التكتل مهم جدا وكاين واحد الميثود اللي غادي نوصلو غادي نوصلو مسكاس اللي نوصلو للقضيه ديال الانجازات اذا هاد التوقع ديالنا كاين واحد الفراغ وكاين واحد الطلب وكاين واحد الازمه ديال المقابله كيف خصنا نقومو بالعمل ديالنا ومن هنا باش نبين لكم بانه الجمعيه في الحقيقه ما بداش في 2011 بدينا في 23 سبتمبر 2011 هي كاسان 23 سبتمبر 2011 مي جانفي بدينا اقتراحات السي بوليف اللي كان في وزير الشؤون العامه هذوك الاقتراحات جمعناهم اللي قلت لكم على دوك الدراسات اللي كانوا داروا استطلاعات اللي درنا مشاورات بعضياتنا على داك الشيء ديال شنو كنديروا شنو هما المسائل الحوايج ديال الاخره خرجنا من هذاك الشيء كله تقريبا 50 عطله او مشكله او عائق دي بروبلام كي توش لا بيتي انتربريز دي مانيير ترانسفيرس مسائل عرضيه لجميع المقاولات من هذوك الخمسين جمعنا خمسة مهمين ورتبناهم على حسب الأولويات أولا لو ديلي دو بايمون ثانيا لو دوزيام بوان وهو لاتريبيسيون ديال 20% ديال الصفقات ديال الدولة باش يمشيو لعند المقاولات الصغار ثالثا النقطة الثالثة وهي ديال القضية ديال الفينونسمون التمويل النقطة الرابعة سي لو فونسي ايموبيلي لو فونسي بروفيسيونيل فهمتي والخامسة لاليجمون فيسكال والحمد لله هذه الدراسات ديالنا كانت صعيبة دليل على هذا أخيرا هذه واحد 15 يوم لو سي ان بي كان دار واحد دراسة
وخرجوا لانه في الدار البيضاء تقريبا 50% من 2012 دابا ديال الافلاسات هما والاسباب الرئيسيه لو ديال البيمون ولا كيسيون ديال لي كوموند دونك اذا الحمد لله هذا الشيء كيقولنا هذا الشيء اللي دابا عندنا هذه سبع سنين راه الحمد لله كاين في الصافي في هذه المده كما قلنا كنا درنا اعمال وابحاث استطلاعات ميدانيه لقاءات دار تلاقيها مع جملتها دكتور مكروف البتا شنا رئيس الحكومه جوج نوبات الى بغينا نشوفوا السي بولي في دار الوقت شنا وزير الماليه المهم شنا استطلاعات ما كاينلاش نعمركم راسكم بالكثر داك التفاصيل وما نفخوش على راسنا لان الى دفنا راسنا غادي نعجبنا راسنا ونقولوا راه حنا وصلنا لا داكشي كاع اللي درناه ما كافيش خصنا نمشيو لقدام كيفاش نمشيو لقدام هذا هو الموضوع الاساسي اللي غادي نتذكروا عليه دابا هذه قلنا على المستوى الوطني باش ما نزيدش في لي ديتاي ديال الانجازات على المستوى الدولي زرنا جمعيات كما قلت لكم هذوك الجمعيات ايطاليه وحده فرنسيه باش شفنا كيفاش كيخدموا خرجنا منها واحد المسائل اللي يمكننا نطبقوها وتفكير في واحد لي سيستم ديال لي سيستم في المثال داك لو سمول بيزنس ادمنستريشن اللي كيكون لي لونتيتي هي اللي كتكلف بالتسيير وتكون عندها جميع الصلاحيات لان دابا هنا كاين واحد المشكل اساسي وحنا غادي نطبقوا به ان شاء الله كيخص واحد كاتب الدولة اللي مكلف بالمقاولات الصغرى لان دابا هذيك لاتوميزاسيون عندنا المؤسسات عطا الله عندنا المشاريع عطا الله القوانين عطا الله ولكن شكون اللي ينفذ المشكل في التنفيذ مشكل لا في الاكزيكيسيون بلا شويه ولا شويه يكون كل واحد مسؤول على الرعيه ديالو هذا هو المشكل هذا هو في المسؤوليه لان ما بقاش لا مارج دو مانور دابا خصنا نوصل في العدم المسؤوليه كله هذا راه شرعي يا صاحب الجلاليه خلاص على بالو الخطابات الاخرى كلها راه شرعيها بالتوضيح اذا وقلنا عن طريق الاتصال مع اقتصاديين وباحثين عالميين اللي عندنا معهم دابا اتصالات وحكومة جوتا وخاطنا في أكاديميات زيارة الأعمال ريادة الأعمال والإبداع سي في واحد أكاديمية ديال الإنوفاسيون هذا كله حاولنا باش نكونوا في المستوى ولكن مازال خصنا نعمل اللي مهم دابا وهي باش خصنا نعملوا دابا بغينا نشوفوا اولا مشاركه اكثر فعاليه للمساهمه في تحسين الوضع للمقاولات الصغرى وهذه فعاليه خصنا نشوف براتيك والمشكل الى يومنا هذا كتكون واحد دراسه نظريه ما كاينش واحد الحوار موسع كيفاش نسمعوا لبعضياتنا وهذا هو اللي درناه ما بغيتش نكثر لكم الهضره في المراسلات تقريبا ارسلنا شي 50 مراسله لجميع الهيئات شي وحدين الاكثريه جاوبونا شي وحدين تناشلنا معاهم ولكن باقي العمل فينا حنا قداش ما درنا التكتل اكثر غادي يكون ان شاء الله عندنا فعاليه ما كاينش خيارات فعلا الوقت صعب كاينه ولكن ما هو الحل انا اصبح لي فكرت في واحد المقوله ديال المدير العام ديال شويبس انترناسيونال قال pendant les moments durs il faut revenir aux valeurs sûres يعني كنا نعقل والمعقول يكون بعضياتنا ماشي كنعطي درس كنعطيها لنفسي بيناتنا في نفسنا بيناتنا ما بين القلب والروح والعقل والقلب والعبادات خص يكون عندنا واحد الانسجام سمع بين العقل لو سيرفو ليسبري اي لو كور هادشي خصو يكون عندنا واحد الانسجام يكون عندنا واحد الاستراحة من يكون عندنا الانسجام او الثاني يكون عندنا واحد الانسجام على مستوى الشركه كل مشغل يكون راه الاشاره ديال المشغل اي فيس فيرسا باش نكونوا هي التفليت باش يمكننا نتجاوزوا هذا المرحله كيخص السينرجي هذا على مستوى المقاولة على مستوى الفردي على مستوى المقاولة على مستوى المؤسسات والجمعيات عاود خصنا نتكلوا خصنا نعطيو الوقت لهذ المحاضرة كنشكركم اللي رغم الشتا وداك الشيء الواحد اللي ضحى بوقته ولا وليداته وجا جالس معنا
هذه راه منها نخرجوا شي حاجه اللي غادي تنفعنا. والحمد لله الممثلين ديال الابلاك هنايا وديال الماركتين والمسائل كل هادشي الا خدمنا دوز اون سينيرجي فواحد الجو غانيون غانيون. انا سمحوا لي واحد القضيه اللي ما كنتفقش عليها على المصطلح ماشي على العربيه. في العربيه كنقولوا اخذ وعطاء. انا كنقول الا خدينا الحاجه راه صعيب باش تفرقها من بعد. يفو دو لي بور ريسوفوا. ما عمرناش لنا شي حاجه لواحد يحصد الفلاحه قبل ما يزرع. مرة كاينة إذا كان واحد الشوية التضحية وخصنا نزرعو ونخدمو. العمل والأمل، العمل والأمل بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.